نظمت كلية الإعلام بأحدى الجامعات الخاصة مؤتمرها الرابع تحت شعار الإعلام بين التعصب وقبول الآخر، وبحث المشاركون في المؤتمر عددا من الملفات المتعلقة بمستقبل العمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بوحدة الصف خلال المرحلة الراهنة. 25 بحثا استعرضوا أهمية التوازن بين الإعلام الكاشف لقضايا الوطن والإعلام الباني لنهضته وتقدمه، عرضها المشاركون خلال فعاليات المؤتمر الرابع لكليات الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، والذي عقد تحت شعار الإعلام بين التعصب وقبول الآخر. الإعلام الرشيد هو الذي يواجه التعصب، الإعلام الرشيد هو الذي ينشئ التسامح، الإعلام الرشيد هو الذي يقف إلى جانب القضايا الوطنية وبناء الشخصية، يبني ويعمر ويسهم في البناء ولا يمكن أن يكون أبدا جزءا من المشكلة. الأزهر والكنيسة يعمل معا من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرار هذا البلد الآمن الذي ولدنا فيه ونعيش فيه وسنموت فيه، لأن مصر طول عمرها بلد التعددية والتسامح وستظل هكذا إلى أبد الآبدين. المشاركون بالمؤتمر توصلوا إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في مجال التعايش السلمي وقبول الآخر عبر وسائله المتعددة، في محاولة جادة لاستعادة مكانته كأداة فاعلة لاحترام تلك القيم. كيف نعيد الإعلام لدوره الوطني؟ كيف نحارب الجماعات المتطرفة؟ كيف ندعو إلى القبول بالآخر؟ لأن الاختلاف سنة كونية قررها الله تبارك وتعالى. الإعلام بيعتبر هو المحور الأساسي لتنمية أي مجتمع، فلازم ينمي هذا المجتمع، وخاصة الأجيال اللي طالعة اللي هي عندها لسه قصور في النواحي الدينية سواء في أي ناحية من الأديان. سيظل الإعلام أحد أهم الأدوات الرئيسية في بناء مجتمع سوي يؤمن بحق الآخر وخصوصيته الثقافية والدينية. للإعلام إذن أن يعي طبيعة كل مرحلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، خاصة عند معالجته القضايا بالتزامه بالحيدة والموضوعية دون تهويل أو تفريط أو إفراط أو تهوين. خالد ياسين، التلفزيون المصري.